وللأسف الشديد ظهر قبل أيام على قناة مشهورة في السودان رجل كان وزيرا للأوقاف في هذه البلاد يدعو إلى أن يلغى أو تلغى الدروس التي تبين حق الله وتنقي الإسلام من الشوائب التي توجد في كتاب الصف الثالث الثانوي، يدعو إلى أن تزال هذه الصفحات من هذا المنهج. 2002 قاعدة، وين أنت كنت يا شيخ محمد؟ نحن موجودين وطالبنا بذلك كثيرا، والمطالبات الملحة هذه يعني أعتقد من مؤتمر التعليم رفعت مذكرات وظل الناس في تفاوض كبير في هذه القضية. ألا يخاف الله؟ ألا يتقي الله سبحانه وتعالى؟ أتريد مجرد صفحات ثلاث أو أربع صفحات وهذه وصايا الأنبياء والصالحون أن يوصى وأن يوصى بالتوحيد؟ قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. نوح عليه السلام قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا تعظمون الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه دعوة الأنبياء والصالحون. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى آخر الآيات. معظم القرآن في تقرير حق الله. إنسان يأتي ويقول أنه يجب أن تحذف هذه الصفحات؟ ألا يخشى الله سبحانه وتعالى الذي خلقه؟ ولكن لأنه ينتمي إلى منهج معين يعتقد فيه أصحاب هذا المنهج أن الولي يتصرف في الكون ويملك الأمر وينزل الأمطار وأنه يدعى مع الله وأنه يستغاث به وأنه يصرف شؤون العباد كما جاء في كتاب سراج السالكين بإشراف المجلس القومي للذكر والذاكرين الصفحة 114 زعموا فيه أن أولياء الله الكمن ثمانية أربعة باليمن وأربعة بالسودان. قال: ومنهم الشيخ الطيب والدلبشير وقد ملكه الله الكون 33 عاما فلم ينقص منه جناح بعوضة لأنه ينتمي إلى هذا المنهج الذي يقول فيه قائلهم مصطفى عركينا مع ودعلي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم أن شيخه خلق من الشجرة بني آدم وهذا هو عبد الرحيم المرعي وكتابه موجود الآن في الدار السودانية للكتب. ألا يخشون الله؟ أفي الله شك؟ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. لماذا هذا العبث وهذا اللعب؟ أول الوصايا الوصايا بحق الله. إن الشرك لظلم عظيم. ولذا قال له: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. قال العلماء: لأن الحبة وإن وضعت في الكف فلا وزن لها فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض
يأتي بها الله يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.